وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا جميل، الله يكرمك، اتفضلي. بقول لك يا دكتورة، أنا عندي ابني 8 سنين تمام، بس يعني عصبي جامد، وكل ما أجي أكلمه يقول لي، أقول له هدي صوتك شوية ما تعلي صوتك عليا، يقول لي لا هعلي، هضربك اضربني. طيب طبعا صوته جامد عليا، ده مش عارفه اتصرف معاه ازاي. ده الابن الكبير يا ام حسن؟ ساعات بطنشه واسيبه وامشي. سيبربوش بس اسمعيني. أيوة. ده الابن الكبير؟ اه. اللي بعده بجاه فرق بينه كام سنه؟ سنه ريتاج بين. اه جايبه يعني طبعا. فرق ما بينهم سنه. طيب الوالد موجود في البيت؟ موجودة. طيب موجود. جاوبيني بصراحة يا أم حسن، بس جاوبيني بصراحة وخليكي صادقة معايا، مين فيكم اللي عصبي، الأب ولا أنتِ؟ أنا. طيب أنتِ جاوبتي، أنتِ ممتازة جدا وصادقة جدا. طب اسمعيني، اسمعيني يا أم حسن. أولاً موضوع إن ابني يبقى عصبي لازم بيشوف حد في البيت كده. هو يعني بصوا يا جماعة، الطفل بيتولد بيعمل ايه؟ بنشكل، عارف ايه؟ عارف انت الخزان، شو يقول لك لو جمعت الكره الارضيه 5 6 10 مرات ده عباره عن اليو اس بي بتاع المخ، تخيلوا. كم مليار مره بقى. فتخيلي بقى ان المخ ده عمال يستوعب كل اللي انت بتقولي، اللهم بارك بقى، من الالفاظ، من التكشيره حتى. بس شوف لب بيكتشر زي ابو ازاي، شاط بيعمل، عرف الكلام ده، ما شايفكم، هو شايفكم بتعملوا ايه. فالفكره في ايه؟ الفكره ان انت لازم نغير من اسلوب تعاملنا. احنا النهارده اتكلمنا ازاي اعالج بعض العصبيه وبعض الضرب، بس ارجوك 8 سنين ما يتضربش، ولا 10 سنين ولا الكلام ده ما يتضربش. الضرب ده يعني مش في القاموس. عارفين ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب الودن كده، مش القرصه بقى اللي تطلع ودنه، ارجوكم لا. يعني ايه كده كده انا مثلا زعلان، او ان انا اطبطب مثلا كده عليه، او البادي لانجوج، او التعذيرات، او نقص من الامتيازات. هي دي الحاجات، هي دي اللي تاثر. وزي ما بقول التعذير او العقاب بيبقى عشان فقط تنبيه للاواعي والمخه، خلي بالك ان الاسلوب ده مش صح، مش القصد بضربه، انا مش بنتقم، مش بنتقم. فتغيير اسلوبك انت كأم من العصبيه ومن الرد الفعل كذا، بتلاقي انت بتقولي وبتردي، اه لا هعمل، لا هساوي، حلو العند بس لما يبقى ايجابي، لكن انا عاند اما تضربي هضربي هضربك وهعمل هساوي كذا، لا لا، في احترام، والاب بيساعدك في منظومه الاحترام دي، في احترام للام وللاب. لا لا ما ينفعش نكلم امي كده، ما ينفعش نكلم ابونا، لا 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 الصوت عالي، لا 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 نعمل. والاب بيساعدك ازاي يبقى الشكل، ويبقى ما بينكم الحوار بالشكل ده. يعني بالخطوات بتاعه النهارده يبقى انا عالجت القبل وعالجت البعد. مره في مره ما بقولكيش يا ام حسنك هتبقي ما شاء الله لا قوه الا بالله، بعد المكالمه هتبقي خلاص ما شاء الله لا لا لا، الامر محتاج تدريب، الامر محتاج تدريب، ومحتاج ان انا اقف مع نفسي واشوف انا وصلت فين وجيت لفين، محتاج تدريب. فخد ادي لنفسك فرصه انك انت تبقى عندك ثبات ورد فعل، والبادي لانجوج، الوشك بيضحك، بتكلم لا 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 قسوه ولا لين، حزم، حزم حاجه ما بين الاثنين. وفي نفس الوقت ما تديش فرصه لعدم الاحترام وعدم التقدير، يضربنا اضربه، لا ما ينفع، لا في احترام للام، وتمثيليه بتتعمل الاب بيشارك فيها وانت بتشاركي فيها. وبالدعاء يا بنت ادعو الله سبحانه وتعالى يهديه، اللهم امين، ويجعله رب كما قرة عين، كما يحب ويرضى.